الاقتصاد العربية يسبب النقد العربي في غيره. هنا التواجد العربي إذا كانوا بيبصوا المستقبل أفضل، بيبصوا الحياة أفضل. أين العرب؟ أين العرب المستقبل؟ محمد شرف عضو جبهة الضمير ومسؤول التنسيق مع الجاليات المصرية بالذات. احنا جبهة الضمير أولا لسنا جبهة سياسية ولسنا موجودين ليكون لنا وجود سياسي في الساحة المصرية. جبهة الضمير هي جبهة كل المصريين، 85 مليون مصري. الضمير لا يقتصر على اللي كانوا موجودين هنا، ده ضمير كل المصريين. دورنا الحالي ان احنا بنساعد برضو. الحلم المصري احد اهدافنا، اي مشروعات بيتقدم بيها مصري سواء في الداخل او في الخارج بنرفعها للجهات المسؤولة، لان فيها مشروعات وجاهة وفي مشروعات ناس متقدمين يعرضوها ويقوموا بيها، فبنرحب بيهم لأن ده بيضيف لكل مصري. جبهة الضمير هي جبهة الأمة المصرية كلها، تعبر عن الأمة المصرية كلها رغما عن اختلاف الأيديولوجيات والمبادئ، كلها تقف على ثابت مشترك وأرضية مشتركة واحدة، هي إعادة صياغة الأخلاق وإعادة بناء الزمم. نحن نريد لمصر أن تصعد من عنق الزجاجة وتمر من عنق الزجاجة الذي نحن نعيش فيه الآن. هذا لن يتحقق إلا بنبز الخلافات والخروج من العباءات الحزبية والانضمام كلنا والتكاتف جنبا إلى جنب لمواجهة هذه التحديات التي نحن بصددها. عندنا تحديات أمنية وتحديات اقتصادية، تحديات داخلية وتحديات خارجية، لن يتسنى لنا تجاوز هذه التحديات. جبهة الضمير بتعبر عن ضمير الشعب المصري حين تتعرض لموضوع سواء كان فلسطين أو كان صندوق النقد الدولي أو قرارات الاتحاد الأوروبي الأخيرة.